أهلا وسهلا بكم طلبة الأعزاء، طلبة المرحلة الرابعة في مادة البايوتكنولوجي. المحاضرة اليوم هي المحاضرة السابعة المختصرة واللي عنوانها Enzymes Technology. في البداية نعرف ما هو الإنزيم تكنولوجي. Using isolated and purified enzymes as catalyst in the industrial process. استخدام العزل واستخدام الانزيمات النقية كعوامل مساعدة في العمليات التصنيعية الميكروبية. نجي الآن على ما هي صفات الانزيمات characteristics of enzymes. Enzymes are proteins in nature. بالدرجة الأساسية هم الانزيمات عبارة عن مادة بروتينية. They are highly specific in their actions. متخصص جدا في عملها. ثلاثة, they act better at optimum temperature and pH. تعمل بصورة جيدة بالحرارة المثلى والpH الأمثل. They are used in minutes amount. تستخدم في كميات جدا قليلة. Minute يعني جدا قليلة. And remain unchanged in to the end of the reaction. تبقى ما تتغير حتى نهاية التفاعل. خمسة, عندنا they speed up chemical reaction. يسرعون من التفاعلات الكيميائية. With شنو به الميزة الأخرى, with low energy to start the reaction. ما يحتاجون إلى طاقة كبيرة, طاقة جدا قليلة حتى تبدأ التفاعل. الآن ما هي أفضلية استخدام الأنزيمات النقية على الخلايا كعوامل مساعدة؟ This advantages of using microbial cells as catalyst instead of purified enzyme. يعني هنا أنه شنو هي مساوئ استخدام الخلايا بدل الأنزيمات, لأن الأنزيمات هي الأفضل. خلينا نشوف مساوئ استخدام الخلايا. High amount of substrate will be converted to biomass. راح تتحول كمية كبيرة من المادة الأولية إلى كتلة حيوية, وإحنا ما نريد ناتج. The conditions for growth of organism may not be the same for a product. شروط أو متطلبات التنمية للمكروب هي مو نفسها متطلبات التنمية للناتج. ثلاثة, difficulty in isolation and purification of products from the fermentation. صعوبة من نستخدم خلايا ميكروبية, صعوبة عزل وتنقية المنتوج من السائل المتخمر, بينما الأنزيمات عكس هذا. الآن ما هي أنواع الأنزيمات؟ We have two types of enzymes. Intracellular enzymes produce inside the cell, while extracellular enzymes produce outside the cell. Most of enzymes used in the industry are extracellular. They are exerted, يفرزون, by the microorganism when their substrate appears in the environment. يفرزون من قبل الميكروب عندما توجد المادة الأولية اللي تنمو عليها الميكروبات في الوسط. Examples on extracellular enzymes. أولا عندنا البروتيز اللي هي تحلل البروتينات, الأميليزز اللي تحلل الكربوهيدرات, سيليليزز تحلل السيلولوز, واللايبيزز اللي تحلل المواد الدهنية. Most industrial enzymes are hydrolytic. أغلبها محللة. Act without cofactors. ما تحتاج إلى عوامل مساعدة, وخاصة إذا كانت هذه الأنزيمات extracellular. And easy separate from microorganism. سهولة فصلها من الميكروب without rupturing cell wall. بدون أن ننشق أو ندمر الجدار الخلوي. Examples on intracellular enzyme. أخذنا فوق extracellular enzyme, proteases, amylases, cellulases, lipases. الآن عندنا ثلاث أمثلة على intracellular enzymes اللي هي glucose oxidase. شنو شغلة نستخدمه في حفظ الغذاء, food preservation. Asparaginase وين نستخدمه في معالجة السرطان, cancer therapy. And penicillin acylase اللي for antibiotic conversion, لتحويل مواد المضادات الحيوية. هذا عندنا جدول ومرشح يجي بالامتحان, comparison between intra and extracellular enzyme. على اليسرى الاكسرا وعلى اليمنى الانترا. أولا الاكسرا easier to isolate,
بينما الانترا مور ديفيكلت تو ايزوليت. اثنين نو نيد تو بريكس ذا سيل، ماكو داعي نكسر او نفتح الخلايا. سكريتد ان لارج اماونتس انتو ميديوم سراوندينج ذا سيل، بينما هنا سيل هاد سيلز هاف تو بي بروكن ابارت تو ريليز ذم، لازم نفتحها حتى تطلع الانزيمات. ثلاثه اوفتن سكريتد ان ذير اون ذير اون or with a few other enzymes. دائما هي تفرز أنه كأنزيمات وحقيقة مع بعض دورات الأنزيمات الأخرى. بينما في على الانتراسيلولار should be separated from the cell debris. debris يعني مخلفات الخلية. a mixture of many enzymes and other chemicals. حقيقة اللي هو عبارة عن مزيج بين أنزيمات أخرى ومواد أخرى غير الأنزيم اللي إحنا نريده. more stable اللي هي extra هذه often stable only in environment inside intact cell فقط في داخل الخلايا. purification و downstream processing is easier، تنقية الأنزيم سهل ورخيص cheaper. purification downstream is difficult و expensive. نجي الآن على استخدامات الأنزيمات depending on the application على استخدامها الأنزيمات they are grouped into four broad categories، في مجموعات أربعة. أول واحدة therapeutic use العلاجية، اثنين analytical للتحليل والmanipulative uses والindustrial uses. The application of some extracellular enzymes، هنا عندنا استخدامات بعض الأنزيمات ال extracellular. اولا عندنا البروتيز على البروتين. some are used in the food، تستخدم في الغذاء قسم والوول الصوف and leather industry في صناعة الجلود. الكايموسين اللي هو بالاساس اسمه رنين. hydrolyze casein to coagulate protein in cheese industry، هذا من نصنع الجبن من الحليب فهو يسوي لنا يخثر لنا البروتين حتى ينزل وينعزل عن الشرش مال الحليب ويصنعوه يستخدمون في صناعة الجبن هذا الانزيم. الاميليزز used in starch liquefaction في تسهيل النشا and in baking industry في صناعة المخابز والأفران due to their stability in heat لأن يتحملون حرارة عالية. الفا أميليز عادة ينتج من بكتيريا الباسيلس. الآن نجي على lipases اللي هي تحلل الدهون used in removing grease stain، بقع دورات الدهنية صراع الملابس نقدر نستخدم lipase توخرها and in hydrolyzing the fat in the food industry وتحليل الدهون في صناعة الغذاء. نجي على آخر شيء الأمثلة اللي هي cellulases act on the fabric to remove the roughness، تستخدم على الملابس وتزيل البقع الصلبة أو المتصلبة عليها on the fabric surface. The detergent industry صناعة المنظفات is the largest market for industrial enzymes اللي هي وخاصة عندنا البروتيزز. اوكي نجي الآن على technology of enzyme producing تقنية إنتاج الأنزيمات. many useful enzymes are derived from plant and animal sources وهي تنتج من النباتات والحيوانات لكن but enzymes industries today depends mainly on the microorganism to produce the enzyme. صناعة الأنزيمات الآن متركزة بصورة رئيسية من استخدامات الأنزيمات الميكروبية. لماذا؟ reason for depending on microbial enzymes instead of plant and animal enzymes. أولا microbial enzymes have high specific activity، لها نشاط متخصص عالي. They are not affected by seasonal fluctuation and climate change. ما يتأثرون بالتغيرات الجوية والبيئية. بينما النباتات والحيوانات تتأثر. Microbial enzymes have wide features as resistant to high temperature, pH and temperature. بها صفات هواية من أهمها تقاوم الحرارة العالية والـ pH المتغير عن الأوبتيمال. Major changes in enzyme technology. شنو التغيرات اللي صير في اللي صارت على تقنية صناعة الأنزيمات؟ أولاً enhancement of enzyme
activity. حسنوا نشاط الانزيم. اثنين increasing the enzyme stability. زودوا ثباتية الانزيمات. ثلاثة changing the optimal pH and temperature of enzyme activity. غيروا ال pH والحرارة اللي يردوها حتى تشتغل الانزيمات بفعالية عالية. Production process of enzyme. ماش كيف تنتج الانزيمات. Cheap raw materials. المواد الأولية الرخيصة substrate are preferable to be used in enzyme production. دائما تستخدم المواد الرخيصة اللي هي مخلفات صناعية أو مخلفات زراعية. اثنين industrial enzymes produced from microorganism. الانزيمات الصناعية تنتج من الميكروبات أما بحالة سائلة liquid اللي هي submerged الغاطسة أو solid substrate fermentation أو بتخمر الحالة الصلبة. Liquid the first is preferable. لماذا تفضل liquid? Because it is easier to supply energy and minerals. سهولة أن نزودها بالطاقة ونزودها بالمعادن اللي تحتاجها. At the completion of fermentation, بعد انتهاء التخمر, the enzyme may be presented. يوجد الأنزيم within the microorganism أما أن يكون الأنزيم داخل الميكروب أو أفرز إلى الخارج. The commercial enzyme production for sale will be either solid or state. الأنزيمات التجارية اللي تباع أما بحالة صلبة أو حالة سائلة أو كرود خام أو أنها منقات. لكن all produced enzyme يجب أن تخضع علما should be tested for toxicity before sale. يفحصون سميتها حتى لا تكون تأثير سام. آخر شيء عندنا اللي هي main stages of enzyme production. عندنا 6 خطوات لإنتاج الأنزيمات. أول حدة induction لتقديم الأنزيم نخليه بالوسط. 2 production إنتاج الأنزيم. 3 extraction نستخلص الأنزيم. 4 purification ننقي الأنزيم. 5 standardization اللي أنه نوصفه أو نسويه وفق معايير سيطرة نوعية. ثم آخر شيء نعبيه اللي هو الباكجين. هنا هذا المخطط مرشح يجيب الامتحان main stages of enzyme production. عندنا على اليسرى نباتات وحيوانات animal tissue vegetable matters مواد نباتية. ومننا علمنا شنو عندنا الميكروبات نسوي التخمر. بالنسبة للنبات والحيوان ماكو تخمر. grinding نطحنها نسحقها ونستخلصها. أما بالأحياء المجهرية فهنا عندنا نخمرها ونضيف إلى ميكروب تتخمر فالميكروب يفرز أما intracellular enzymes أو يفرز extracellular enzymes ثم يسوي disruption يفتح الخلايا إذا كانت بها intracellular أما الإكسترا لعب الوسط. الآن النباتات والحيوانات والميكروبات تتوحد في التصنيع. تجرى عليها أولا filtration ترشيح. اثنين concentration تركيز. ثالثا purification تنقية. standardization والتعبئة. هذه الحقيقة كل اللي أريد أقوله حول هذه المحاضرة. وشكرا أشكركم على حسن الإصغاء والاستماع.